أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الكرام، أرحب بكم في هذا اللقاء التواصلي المخصص لإعلان مصفوفة مراحل التعافي من جائحة كورونا. إن المصفوفة تمثل وثيقة إجرائية تحدد مراحل إغلاق وفتح القطاعات والمرافق والأنشطة وإجراءات الحظر والحركة وكيفية إدارتها، وهي قضايا ذات أثر جوهري على المواطنين والمقيمين وحياتهم اليومية. إعلان هذه الوثيقة للرأي العام هو التزام تعهدت به الحكومة في إطار نهج الشفافية والانفتاح وتوفير معايير وأسس معلنة وواضحة تمكن الدولة والمجتمع من إدارة عمليات الاستجابة والتعامل والتكيف مع الوباء وجهود التعافي. إن إدارة أزمة كورونا وتبعاتها شكلت تحدياً لجميع دول العالم، والأردن لم يكن استثناء، فهي جائحة معقدة الأبعاد تتطلب إجراءات وحلولاً تتقاطع مسؤولية تنفيذها مع عدة جهات ضمن منظومة عمل الدولة. وقد شكل النموذج الأردني لإدارة الأزمة والمستند لرؤية جلالة الملك حفظه الله وتوجيهاته السامية بأن تكون الإجراءات سريعة واستباقية ومنسقة بين مختلف الأجهزة التنفيذية حالة إيجابية تسجل بشهادة الكثيرين. فقد كنا في الحكومة والقوات المسلحة الباسلة، الجيش العربي وسائر الأجهزة الأمنية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وبرئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ومتابعة حثيثة من جلالة سيدنا حفظه الله على مستوى عال من التنسيق وتوزيع المسؤوليات والأدوار بتناغم وتكامل. فلكم جميعا جزيل الشكر والتقدير على هذه الجهود الكبيرة، والشكر أيضا لقائد خلية الأزمة ومدير عملياتها ولكل العاملين فيها، والشكر موصول للجنود الذين عملوا خلف الكواليس في مختلف مؤسسات الدولة أيضا. كما نقدر عاليا الدور الكبير للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ونسجي الشكر لسمو رئيسه ولنائبه ولجميع كوادره الذين عملوا بجد وإخلاص كبير خلال هذه المرحلة. إن لقاءنا اليوم بحضور هذا الطيف من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يعبر أيضاً عن نهج التكاملية والتشاركية في التصدي لهذه الجائحة، كما وجهنا جلالة سيدنا حفظه الله، وهو النهج ذاته الذي سنستمر عليه في إدارة عملية إعادة تشغيل القطاعات والأنشطة بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. فهذه التجربة الوطنية غير المسبوقة أثبتت بالفعل أن شرط النجاح هو الالتزام، التزامنا جميعاً كل في موقعه. يتفضل الآن دولة رئيس الوزراء للحديث عن الرؤية التي استندت لها هذه المصفوفة ودورها المهم في وصولنا إلى مرحلة التعافي من تداعيات الوباء الاقتصادية والاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يمسيكم بالخير جميعا. إن شاء الله أخبارنا اليوم مبشرة ومطمئنة، نعلن فيها عن خطة فتح القطاعات وتحقيق مستوى والحمد لله متقدم في هذه الخطة معتدل الخطورة، وسنشرح الآن ما يعني ذلك، ما تحقق بجهد الجميع، قيادة سيدنا الحكيمة والعمل بتشاركية ووعي مواطننا الأردني الذي التزم بهذه الإجراءات رغم صعوبتها ومشقتها على الجميع. هذا يسجل لكم جميعاً. هذه المرحلة التي نعلن البدء بها
وسيتم تفعيلها في الأيام القليلة القادمة، وسيتحدث بعض من زملائي أصحاب المعالي عنها بالتفاصيل. ستنعكس بانفراج عام على فتح القطاعات والسماح بالحركة والانتقال داخل المحافظات وبين المحافظات في الأيام القليلة القادمة كما قلنا. واليوم أيضاً يسائب انتهاء مدة العزل في عدة مناطق موبوءة كانت في المفرق وإربد وجرش، وأيضاً اليوم والحمد لله وعلى مدى أسبوعين تقريباً عم نشوف أقل من 10 حالات يومياً بإصابات محلية داخلية. ما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو آلية عملنا مع بعض والتزامنا. واسمحوا لي أن أتعرض بشكل سريع إلى آلية العمل اللي وصلتنا إلى ما نحن فيه الآن، ووصف سريع جداً للمصفوفة، وسيتوسع في هذا الموضوع زملائي بشكل أكبر. وأخيراً أين نحن الآن صحياً واقتصادياً، وما هي التوجهات الأولية المستقبلية؟ في البدء، آلية عملنا لغاية اليوم منذ البدء كانت توجيهات جلالة سيدنا واضحة، أن نولي موضوع صحة المواطن الأولوية القصوى، ولكن أيضاً بالتوازي أن نعمل على فتح القطاعات الحيوية إن كانت اجتماعية أو اقتصادية شيئاً فشيئاً بما لا يتعارض مع هذه الأولوية. فرأساً إحنا من البدايات، ويمكن كنا من أول الدول، شكلنا فريق صحي، ولجنة الأوبئة كانت فعالة في هذا الفريق، وفريق اقتصادي لأولوية القطاعات اللي وأولوية فتح وتسكيرها من ناحية اقتصادية بأثرها على الاقتصاد الكلي والعاملين، وفريق الحماية الاجتماعية اللي من خلاله أدركنا وفعلنا بسرعة أنه سيكون هناك تداعيات كبيرة على مواطنينا وعلى إن كانت في حياتهم ومصادر دخلهم أيضا. وهذه الفرق وبشكل فعال وشبه يومي تعاونت مع قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية، لأن القرار اللي يتخذ بدنا نتأكد قابليته للتطبيق، قدرتنا على تطبيقه، السرعة في ذلك، هل هناك تداعيات أخرى ما أخذناها بالحسبان. وبهذه المناسبة هذا المركز الوطني لإدارة الأزمات كان هو الموئل، البيت الذي اجتمعنا فيه مراراً وتكراراً، وخلية الأزمات بالتحديد التي ضمت الأجهزة والمؤسسات والوزارات الأساسية لبحث تداعيات كل توصية حتى يتخذ بها قرار. هذه التشاركية الحقيقية جديدة إلى حد ما، ونفتخر بها، وأثبتت قدرتها على التأقلم على مع والتفاعل بشكل سريع مع المستجدات والتعامل معها وتطوير آلية العمل بشكل مستمر. وأثبتت فعلاً، وهناك دراسات تحدث عن قوة المؤسسات في العالم التي لها وقدرتها على التشاركية والتي لها أثر كبير على الأداء في هذه الجائحة. وأشكر مركز الأزمات والدكتور عبد الله الذي قدم لنا مؤشرات هامة حول هذه الموضوع، علينا أن نتدارسها معاً لنتعلم منها ونستقي العبر للمستقبل. الآن، ما هي هذه المصفوفة وما هي مستويات الخطورة التي بنيت عليها؟
نحن في البداية التزمنا معكم بمكاشفة كاملة حول الأرقام والأعداد والواقع الصحي، والآن نخطو خطوة أيضاً إلى الأمام ونلتزم بمكاشفة كاملة حول مستويات المخاطر والمعايير التي نستخدمها في الانتقال من هذه المستويات الخمسة، الخطر الحرج إلى عالي الخطورة، إلى متوسط الخطورة، إلى معتدل الخطورة، إلى منخفض الخطورة. هذه المستويات الخمس لم تأتي من فراغ، أتت من هذه التجربة الغنية التي خضناها معاً، وأتت أيضاً من الاطلاع على المعايير العالمية والتجارب العالمية. وأشكر فعلاً هذا الفريق الذي عمل على إنضاج هذه المصفوفة التي تعطي للقطاع وللمنشأة وللمواطن كل المعلومات التي يحتاجها. لما نقول رح ننتقل من مرحلة إلى مرحلة، من المتوسط الخطورة إلى معتدل، أو بالعكس لا سمح الله عودة إلى الأحمر أو إلى البرتقالي، ماذا يعني ذلك قطاعياً وفي مستوى الحركة، وما هو مسموح وما هو ممنوع بالتفصيل. وهذه المعلومات كلها موجودة وسيتحدث عنها أصحاب المعالي. فإذا نحن أمام خمس مستويات من المخاطر: الخطر الحرج، عالي الخطورة، متوسط الخطورة، معتدل الخطورة، وهذا اللون الأزرق، والحمد لله نزف لكم أننا في هذا الوضع المعتدل الخطورة، وأخيراً منخفض الخطورة. والموقع الذي نحتله الآن معتدل الخطورة كما سنرى سيعني أن الغالبية العظمى من القطاعات والفعاليات وحرية الحركة مسموح بها. وإن شاء الله بجهود الجميع ننتقل في الأشهر القادمة حسب وضع هذا الوباء إلى المستوى المنخفض الخطورة. ولكن كما قلنا لا سمح الله قد تضطرنا المؤشرات والمعايير العودة إلى الأزرق، وإن شاء الله ما بتكون إلى المستويات السابقة، لكن علينا توخي الحذر. في ضوء هذه النتائج وهذا الجهد الوطني، أين نحن الآن صحياً واقتصادياً، وماذا علينا أن نفعل؟ إذا قارنا حالنا إخواني وأخواتي بالدول الأخرى على المستوى الصحي، لا أعتقد أن هناك أي اختلاف أن الأردن حقق موقعاً متميزاً على المستوى طبعاً الإقليمي بكل المقاييس، وربما على المستوى العالمي هو من أربع أو خمس دول يشار لها بالبنان في المجال الصحي وفي نسبة وأعداد الإصابات والوفيات وما إلى ذلك. هذا سببه كان البدء مبكراً واتخاذ إجراءات مشددة في البداية لحماية مواطنين. ماذا عن الجانب الاقتصادي؟ الآن بدأت تظهر الدراسات العالمية بشكل واضح أن الدول التي بدأت مبكراً أيضاً الآن استفادت من هذه المرحلة الانتقالية إلى الانفتاح الاقتصادي. أما الدول التي لم تبدأ مبكراً وظلت إجراءاتها مخففة إلى هذه المرحلة فدفعت الثمن مرتين، دفعت الثمن صحياً بأعداد هائلة للأسف من الإصابات والوفيات، أربكت القطاع الصحي، وأيضاً انعكاساتها المجتمعية والاقتصادية كبيرة في وقت بدأ الاقتصاد العالمي ينفتح. هذا دليل قاطع إنه ما قمنا به وبالتسلسل وبالتدرج الذي قمنا به يضعنا الآن في موقف محمود إن شاء الله في قدرتنا
على التأقلم ولاحقاً على التعافي.